عسكرية مضى عليها 8 ساعات. أشير إلى هذا الخبر العاجل زاهر. تفضل. زاهر، أشير إلى هذا الخبر العاجل، ارتفاع عدد القتلى في إسرائيل إلى 40 قتيلا، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 740 مصابا بحسب آخر حصيلة أوردتها القناة 12 الإسرائيلية الآن. إذن ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 40 قتيلا بحسب حصيلة رسمية إسرائيلية، بالإضافة طبعا إلى عدد الجرحى الكبير جدا، أكثر من 700 مصاب إسرائيلي حتى الآن جراء الضربات الصاروخية أو الاشتباكات التي تجري. صحيح. بالإضافة إلى ذلك، بطبيعة الحال زاهر، لا تزال المعارك مستمرة في 4 بؤر حتى الآن. على ما يبدو الأوضاع في سديروت التي نقف عند مدخلها تتجه نحو أن تسيطر قوات الأمن الإسرائيلية على ما يجري بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لكن في ناحية العوز وفي مناطق أخرى لم تصل قوات الأمن الإسرائيلية حتى الآن رغم مرور 8 ساعات إلى هناك، والأوضاع على ما يبدو خطيرة جدا أو صعبة جدا على الجانب الإسرائيلي. كل هذا نذكره طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية تقطر رويدا رويدا، لكن الخبر الأبرز الآن هو ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 40 قتيلا. نعم، إذن نذكر بهذا الخبر العاجل الذي يرد للتو نقلا عن مراسلنا أحمد دراوشة، حيث ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 40 قتيلا للتو، كانت الحصيلة الأخيرة التي سمعناها من المصادر الإسرائيلية تشير إلى 22 قتيلا وأكثر من 500 مصاب، عدد كبير منهم كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث تقول بأنهم في حالة